السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب إلى العناوين. منتخب كأس العالم يشارك في بطولة آسيا الجديدة، والمسحل يشرح استعدادات المنتخبات السنية للمرحلة القادمة، رابطة المحترفين تعقد أول اجتماعاتها بعد أسبوعين، والنويصر يكشف للملعب تفاصيل الاجتماع. تساؤلات حول اختيار حكام مراحل الحسم، والمهنة يجيب. رئيس الاتحاد: فوزنا على الأهلي بطولة. مدرب الأهلي عبر المؤتمر الصحفي: ديربي جدة هو الأمتع. طاقم بلجيكي لقمة جدة وجماهير الأهلي تتساءل. منتخب البراعم يخسر من ريال مدريد وديا. هذه العناوين والى التفاصيل. قبل ذلك نرحب بضيفينا في الاستوديو، اللاعب الدولي السابق الكابتن المعروف فؤاد انور. مساء الخير ابو خالد، واهلا وسهلا فيك. يا هلا والله عادل، مسي عليك ومسي على الاخوان المشاهدين. نرحب ايضا بضيفنا الاخر من جده، رئيس القسم الرياضي في صحيفه الوطن محمد الدعفيس. مساء الخير محمد، واهلا وسهلا فيك. مساء الخير اخي عادل، مساء الخير الكابتن فؤاد ولجميع الاخوه المشاهدين. اهلا بكم. الى اول اخبارنا، حيث وجهت رابطه دوري المحترفين الدعوه لاعضاء الرابطه من الانديه لحضور الاجتماع الاول، والذي سيعقد في مدينه الرياض يوم الاثنين 9 أبريل القادم، اي بعد اسبوعين تقريبا، برئاسه رئيس الرابطه الاستاذ محمد النويصر، حيث سيتضمن جدول اعمال الاجتماع مواضيع عده. على الهاتف ارحب بالاستاذ محمد النويصر، رئيس رابطه دوري المحترفين. مساء الخير استاذ محمد. يا هلا مرحبا، ارحب فيك وارحب بالكابتن فؤاد والاستاذ محمد والاخوه المشاهدين. اهلا بك وشكرا على تجاوبك دائما معنا استاذ محمد. البدايه في هذا الاجتماع هو الاول من نوعه للرابطه، اسالك بدايه، من هم اعضاء الرابطه فقط؟ سيكون هناك 14 عضو؟ طبعا في 14 عضو، وفي ممثل الاتحاد السعودي ورئيس الرابطة، العدد هو 16 شخص. من ممثل الاتحاد السعودي اللي سيحضر الاجتماع؟ الدكتور حافظ المدلج. أليس من الأعضاء المستقلين؟ لا طبعا، لكن تعيينه كان قبل الاستقالة. جميع القرارات السابقة سارية المفعول بالاتفاق مع مجلس إدارة الاتحاد. طيب أستاذ محمد، نبغى نعرف وش الاشياء اللي ممكن، اللي ربما تتخذ الانديه فيها قرارات، وهي المره الاولى اللي تشارك في قرارات تعنيها، وش ممكن نطلع بقرارات؟ في اشياء طبعا اول مره يمكن تصير عندنا، ان في اجتماع مبكر مع لجنه المسابقات بخصوص جدوله الموسم القادم، وايضا بيكون فيه الاستاذ محمد المسحل بيعطي برنامج المنتخبات جميعا، سواء المنتخب الاول الاولمبي الشباب اللي لهم علاقه، لان لو تلاحظ الفتره الحاليه في كثير من التاجيل بسبب مشاركات المنتخب وايضا المسابقات وتاجيلها، وحبينا من يعني قبل بدايه الموسم ومرحله مبكره يكون هذا الاجتماع التمهيدي لوضع جدول يتم الاتفاق عليه بين الانديه ولجنه المسابقات واداره المنتخبات. نعم، وهذا يمكن الاشياء الايجابيه ان شاء الله نتمنى انها تتحقق. جميل. بحيث انه يتم وضع هذا البرنامج باتفاق جميع الاطراف ولا يكون فيه اي تغيير ان شاء الله مستقبلا. ممتاز. بالاضافه الى ان شاء الله بيكون موجود معنا ممثل من لجنه الاحتراف لاعطاء معلومات عن قرار الاتحاد في الاجتماع الاخير بخصوص
اللاعب الأجنبي الأربعة، هل يبقى الأربعة أو ثلاثة، من يكون في الملعب، يعني من الإجراءات اللي تم اتخاذها ولو حيلت إلى الرابطة. هي هذه هو قرار اتخذ اللاعب ولا حيشاورون الأندية؟ لا، هو اتخذ مجلس إدارة بحالته إلى الرابطة، بيكون عليه نقاش، وهذا من ضمن القرارات، بالإضافة إلى قرار تعيين مدير تنفيذي للرابطة، أيضا اختيار محامي، مراجع مالي وغيرها. طيب. أيضا من الأشياء اللي بنقدمها للمسؤولين الرابطة تقرير عن وضع الرابطة في الفترة الماضية، أيضا وضعها المادي، جميع الحقوق التجارية التي تم الاتفاق عليها، تقديم لهم شرح كامل. في أيضا ممثلين من الشركات اللي تعمل معنا، من شركة صيلة، جيمي، كي بي ام جي، شركة الخبير الرياضي بالنسبة لموضوع البوابات الإلكترونية، وأيضا بنقدم تقرير عن متطلبات الاتحاد الآسيوي وما هو مطلوب من الأندية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى موضوع جديد عندنا اللي هو موضوع ترخيص الأندية، أيضا هنقدم عنه تقرير عن هذا الموضوع. يعني يمكن الاجتماع الأول بيكون فيه مواضيع متعددة وقد يكون فيه طويل بعض الشيء، لكن مضطرين على الأقل في المرحلة الأولى ناخذ وقت ومساحة كبيرة. طيب يبدو وأيضا طلبنا من الأندية الممثلين الرابطة إذا عندهم أي رغبة في طرح أي موضوع على جدول الأعمال بإمكانهم يرسلون للرابطة لدراسة كم من صلاحية الرابطة، فإن شاء الله يعرض. يبدو أنه سيكون اجتماع مهم بالتأكيد. لكن أستاذ محمد تحدث عن اختيار المدير التنفيذي، من سيختاره بالتصويت أو من الموجودين سيكون من ضمن الأعضاء الرابطة ولا من الخارج؟ طبعا هو غالبا المدير التنفيذي في أكثر دول العالم يكون اختياره، يكون يعني يقترحه رئيس الرابطة لأنه بيعمل معه بصفة يومية وبيكون من داخل الرابطة. عندنا ما شاء الله مجموعة من الشباب اللي درسوا ماجستير في الرياضة وعندهم خبرة في العمل، وسنقدم بعض الأسماء المقترحة ونشوف وجهة نظر الممثلين الأندية في هذا يعني الموضوع أو من أصح أعضاء مجلس الرابطة. يعني ما راح يكون من الممثلين الأندية؟ لا لا لا، بيكون طيب. من الأشخاص الشباب اللي درسوا في الخارج، هذا وقت إنهم يبدون يزاولون عملهم ومعنا. وطبعا حتى أيضا العرض اللي تكلمت عنه، سواء تطلبات تحدي الأشياء وتراخيص الأندية أو التعريف بالعمل اللي قدمناه، كلهم بيقدمونه شباب جيل جديد من الشباب الرياضي اللي تعلموا، واللي كان يعني بفضل جهود صاحب سمك الأمير نواب بن فيصل تم ابتعاثهم في الخارج، فآن الأوان أنهم يبدون بالعمل إن شاء الله. طيب القرارات الثانية أستاذ محمد، يعني تعرف أن الأندية الآن بتروح، هل بيكون عندها هل البنود الاجتماعي قبل ما تروح وتتخذ قرار فيها وتجي وتصوت بناء عليه؟ أي طبعا وزع الجدول الأعمال في كل هذه الأمور. طيب عن طريق التصويت بيكون أستاذ محمد؟ طبعا عن طريق التصويت بالأغلبية. طبعا الحين المرحلة هذه هو مرحلة قيادة الأندية، وهي اللي تتخذ اللي تراه مناسبا، و14 صوت من الأندية، فما تقرر الأندية هو اللي بنمشي عليه. أنت كرئيس لك صوت أستاذ محمد؟ سم كرئيس أنت، أنا أعرف له دائما الرئيس يكون له صوت في حال تساوت الأصوات، صحيح؟ يعني قانونيا يكون هو صوت مرجح، ولكن نترك الموضوع، دائما نبغى الأندية هي اللي تتخذ القرار بالأغلبية. إذا كان التصويت ماشي بدون تدخل الرئيس أو ممثل الاتحاد السعودي، هو هذا المفروض اللي نحاول نبتعد عنه، نترك الأندية اللي تقرر الـ 14 قد ما تقدر تصويتها المباشر. طيب بخصوص الأندية أستاذ محمد، أنت تعرف أنه في أندية حتهبط، في أندية وموعد الاجتماع الظاهر قبل نهاية الدوري 9/4، كيف يعني حتنادوا الأندية اللي ممكن تصعد أو كيف حتتخذون؟ لا لا، ما زال الأندية الموجودة هي الموجودة، ولكن حقيقة في مقترح قدم وعرضه حتى فعلا بكل أمانة صاحب سمو الأمير نواف بن فيصل قبل ما يستقيل، وكان فعلا فكرته إيجابية، إن الأعضاء حتى اللي بينزلون من الأندية يستمرون للموسم اللي بعده ويكونون ما لهم حق التصويت، والجدد اللي كانوا اللي بيحضرون في مع بداية الموسم القادم كلهم التصويت، لأنه متوقع أن بعض أعضاء الأندية حيرجعوا أنديتهم، فبالتالي يكونون قريبين من جو
العام للرابطة وعلى اطلاع بكل ما هو جديد، وأيضا يكون عندهم معرفة بكل ما يدور في الرابطة. جميل، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أستاذ محمد، وبالتأكيد سيكون اجتماع مهم جدا وهي مرحلة جديدة إن شاء الله تكونون قادرين على إدارتها. شكرا لك أستاذ محمد. إن شاء الله، شكرا لك. شكرا للأستاذ محمد النويسر. معليش فؤاد، أنا عارف كان عندك بس الشباب يقول لي انتهى الوقت. نسيتك بصراحة، مو انتهى الوقت. أعترف لك من الآخر. وش تبغى تقول عن اللي قال أستاذ محمد؟ لا، هي اجتماع يعني تعارف، وايضا طرح اسئله وطرح ايضا مقترحات، بس في قرارات مو بس تعارف يعني. لا، في بعضها يعني اكثرها كلها طروحات، مثلا زي اللاعب الثالث هو حيطرح تصويت عليه. انا كان في مداخلتي، لكن انت يعني عرجت عليه الموضوع اللي هو بالنسبه لل 14 نادي الان، في ناديين حينزلون وش اسمه وناديين حيطلعون. انا كان من وجهه نظري ان الاستاذ محمد انه يستدعي الثلاث الفرق على الاقل اللي لها امل انها تطلع وانها تكون موجوده في الاجتماع، وايضا يكون لها ايضا صوت في 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 في, في هذه القرارات. لان انا اتوقع انه لو صدرت قرارات فيما بعد او اتخذ قرارات وصار في اجتماع ايضا ثاني هم غير موجودين فيه وصارت قرارات، ممكن انهم يحتجون، ومن حقهم انهم يحتجون في بدايه الموسم، يقول لك احنا ما كنا موجودين ولا كان الا صوت في اي قرار. طيب اسالك محمد الدعفيس، هل الانديه جاهزه لان تكون صاحبه قرار برايك؟ هو يفترض ان نهيئها لان تكون صاحبه قرار، لكن عمليا والتجارب السابقه صراحه اثبتت ان الانديه يعني لم تأخذ الأمور على محمل الجد بشكل يعني مقبول. أكثر مرة كان هناك اجتماعات ولقاءات مع ممثلي أندية، ثم تبدأ الأندية حينما تصل إلى مرحلة التنفيذ بالاعتراض وأحيانا إيجاد ثغرات للمرور من أي شيء تم الاتفاق عليه. أنا في اعتقادي أن الآن الكرة السعودية تنتقل إلى مرحلة جدا مهمة، مثل هذه الرابطة التي تنشأ لأول مرة، تلقي بالكرة كما ذكر الأستاذ محمد النويسر في ملعب الأندية، وبالتالي على الأندية أن تختار ممثلين قادرين على أن يكونوا صوت حقيقي بالنسبة لها، بحيث أنه تكون أي قرار يتخذ تكون هذه الأندية مسؤولة عن هذا القرار. يعني ما نتفاجأ بعد ربما نصف المرحلة أو ربع مرحلة الدوري المقبل، نعم، بأن هناك اعتراضات على الجدول، صحيح، بأن هناك طلبات للتأجيل وطلبات للتقديم، نعم، خاصة أن الاجتماع من جدول الأعمال المذكور فيه أن هناك تدقيق في مواعيد دعوة اللاعبين الدوليين للمنتخبات، وبالتالي الأندية سيجب أن تكون واضح بالنسبة لها أن لاعبين سيستدعوا ربما قبل 5 أيام مثلا من طيب مباراة، أو قبل أسبوعين من معسكر. هذه الأشياء حينما تكون واضحة بالنسبة للأندية من الأساس، يفترض أن ترتقي الأندية بطريقة التفكير والتعاطي مع البرمجة، نعم، إلى مستوى المسؤولية، بحيث تشارك فعلا مع اتحاد القدم، نعم، بدل أن تبقى هي في موقف سلبي وموقف الشكوى من لجان اتحاد القدم والاعتراض على البرامج وعلى الجداول وإلى آخره، نعم، تصبح هي صاحبة القرار. لكن هذا يتطلب فعلا أن يكون الممثل الذي يتحدث باسم النادي في مثل هذا الاجتماع وما يليه من اجتماعات على مستوى المسؤولية والخبرة والدراية بهذه المواضيع. بالتأكيد. الموضوع الآخر اللي أيضا اليوم بنناقشه هو الخبر اللي جاء من إدارة شؤون المنتخبات، حيث عقد قسم التخطيط والبرامج في إدارة شؤون المنتخبات اجتماع انضم المشرف العام على الفئات السنية الأستاذ عبد الله المصيليخ، والمدير الفني للمنتخب الأول فرانك ريكارد، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي الجديد تحت سن 23 عفوا، والمدرب وهو المدرب خالد القروني، والجهاز المساعد للمدرب ريكارد، ومدير قسم الإدارة المالية الأستاذ إبراهيم النعيم. في الاجتماع قدم اليوم المصيليخ شرحا عن هدف الاتحاد الآسيوي من انطلاق أو من إطلاق بطولة منتخبات تحت سن 22، وأهمية استمرار لاعبو منتخب الشباب في المشاركات الدولية، وأوضح المصيليخ أن توقف هذه الفئة السنية يعتبر هدرا لمواهبها بعد انتهائهم من المشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة الأخيرة في كولومبيا، مؤكدا أن استمرار وجود منافسات لها يضمن استمرار أدائهم حتى الوصول إلى المنتخب الأول. طبعا الاجتماع اليوم تم فيه أيضا مناقشة عدة مواضيع، إن شاء الله حيكون معنا
الأستاذ محمد طيب الأستاذ محمد المسح حيكون معنا بس لين يمسك الخط معه. الاجتماع تم فيه مناقشة مواضيع عدة تخص تكوين إعداد المنتخب الأولمبي الجديد الذي طلب الاتحاد الآسيوي استحداثه للمشاركات القادمة، وبالتأكيد ما يمكن أن يقدم هذا المنتخب للمنتخب الأول، تقديم دعم لعمل الجهاز الفني بقيادة خالد البروني. تم اليوم عرض مسيرة البرامج ومشاركات المنتخبين، يعني هذا أبرز ربما ما أيضا ختام الاجتماع وجه القروني دعوة للسيد فرانك ريكارد لحضور انطلاقة معسكر المنتخب الأولمبي الجديد وإلقاء محاضرة للاعبين، بينما ريكارد طلب من القروني تزويده بتقارير فنية عن اللاعبين وذلك الاستفادة من خدماتهم في معسكر المنتخب الأول الاستعدادي لبطولة كأس العرب المقبلة في جدة والطائف. طيب خط الأستاذ محمد مشغول الذي كان يسمعنا بس يتبع للخط عشان نقدر ناخذ الاتصال للوقت. فؤاد كيف تشوف وضع المنتخبات؟ عندنا الآن منتخب براعم في أسبانيا، منتخب ناشئين أيضا موجود في أسبانيا، في منتخب تحت 12 سنة في الدمام، في منتخب في جدة معسكر تحت 10 سنوات. تشعر بأنه في اهتمام مختلف ربما للفئات السنية؟ والله الواحد يسعد أن في اهتمام الآن في الفترة هذه، وإحنا نعرف دائما الفئات السنية هي لها دور كبير في تطعيم المنتخب الأول أو تطور المنتخب الأول من مرحلة إلى مرحلة. لكن أنا في وأنت تستعرض في الاجتماع المسيليخ لما يقول الفئات هذه السنية لازم أنها تستمر، اللي هذه البطولة كويسة اللي استحدثت تحت 22 سنة في بطولة آسيا، ولكن لازم نكون صريحين مع بعض. المنتخب الأولمبي في السابق اللي لعب تصفيات الأولمبيات، أنا أتوقع أن في مجموعة من أروع ما يكون كانت منتخب الناشئين ثم بعضها جت من منتخب الشباب إلى منتخب الأولمبي، ولكن التخطيط اللي كان غير سليم وهي من إدارات المنتخب هو من أوصل المنتخب هذا أنه خارج المنافسة. أي تقصد أي منتخب تقصد؟ منتخب الأولمبي اللي لعب تصفيات أولمبيات أولمبيات, أولمبيات لندن. طيب يعني إحنا لما نجتمع الآن ونخطط ونقول ان الفئات السنيه تحتاج لها انها تواصل، ولكن لما ننصدم مثلا في 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 ما انصدمنا فيه في الاولمبي في تصفيات اولمبيات لندن ولاعبين ما يجون من انديتهم ولاعبين ايضا يختارون ولاعبين يعني كان في ومدربين ايضا يتغيرون في هذا الفريق، فهنا المشكله مو في العناصر او مشكله في الاستمراريه العناصر، المشكله في تخطيط لهذه العناصر انها توصل كان بشكل سيء. يعني كان قصدك ان المنتخب الاولمبي المنتخب الشباب اللي شارك في كاس العالم كان المفترض يكون هو منتخب الاولمبي، كان المفروض انه يكون منتخب الاولمبي وجو جزء من اللاعبين فيه في المنتخب الاولمبي اللي في تصفيات اولمبيات لندن، ولكن التخطيط السيء هو من وصل بالمنتخب الى خارج هذه التصفيات. طيب نتكلم عن التصفيات، خلينا نتكلم عن المرحله الجايه. خلينا نشوف الاستاذ محمد المسحل رئيس اداره شؤون المنتخبات. مساء الخير ابو حسن. مساء النور، اهلا اخوي عادل، مساء الخير عليك على الاخوه المشاهدين والاساتذه الضيوف. اهلا فيك ابو حسن. انا حقيقه تعرف الايام هذه كثير نسمع معسكرات، فاعذر جهلي ربما اني انا الخبط في بعض المنتخبات، وهذا بالتاكيد هو مو شيء سلبي، هو ايجابي ان يكون عندنا اكثر منتخب، لكن عشان نوضح للناس اللي قاعد تتابع اليوم جانا خبر عن اداره شؤون المنتخبات بالمنتخب الجديد، فهمنا هذا المنتخب اللي تحت 22 سنة مين هو؟ هل هو المنتخب اللي شارك مع في كأس العالم للشباب اللي كان مدربه القروني؟ أولا هذا المنتخب تم توجيهنا من الاتحاد الآسيوي لتشكيل هذا المنتخب لخوض كأس آسيا تحت 22 سنة، هذا مسماه الرسمي كأس آسيا تحت 22 سنة. متى هذه أبو حسن؟ هذا الكلام جانا من أكثر من حوالي 6 شهور أو يمكن بالضبط 5 شهور. أقصد البطولة متى أقصد؟ فاكس رسمي من الاتحاد الآسيوي بضرورة تشكيل هذا المنتخب، لأنه ستنطلق بطولة اللي هي بطولة كأس آسيا تحت 22 سنة، وتعد هي ثاني أهم بطولة للمنتخبات الآسيوية. هي متى البطولة عفوا أبو حسن كنت أقصد أنا؟ عفوا؟ متى هي البطولة حتلعب؟
التصفيات ستبدا ان شاء الله يوم 23/6/2012. طيب حلو السنه. حلو توكل حتى يوم 8 جولاي ان شاء الله. طيب هذا طبعا هذا سبب تشكيل هذا المنتخب. طبعا الان يدرسون في الاتحاد الاسيوي انه البطوله الاولى اللي نهائياتها بتصير في شهر 1/2014 ستكون فقط بطوله لكاس اسيا تحت 22 سنه، ولكن النسخه اللي تليها قد تكون هي النسخه المؤهله للاولمبياد. هذا فيما يخص هذا المنتخب. تبغى طيب يعطيك لا يعني بس هذا المنتخب سريع عن باقي المنتخبات او إيه؟ عندك اسئله معينه؟ لا المنتخب هذا نفسه اللي اليوم بيدربوا القروني هو نفسه منتخب كاس اسيا كاس العالم للشباب. نعم هم اللي تحت 22 سنة هم مواليد 91 اللي شاركوا في كولومبيا. جميل. هم انتقلوا مع القروني الآن ليكونون ربما يكونون هم المنتخب الأولمبي لاحقا. نعم هم اللي نجح معهم القروني للتأهل لنهائيات كأس آسيا السابقة وتأهل فيهم لكأس العالم في كولومبيا وقدم مستويات جيدة ممتازة هناك، ومن الأفضل يعني أن حسب اقتراح اللجنة الفنية في المنتخبات السعودية أن الكابتن خالد القروني لنجاحاته اللي حققها مع هذا الفريق أنه يستمر معهم في منتخب تحت 22 سنة واللي هو المنتخب الأولمبي الجديد. نعم هو لا يطلق عليه كلمة منتخب أولمبي جديد ولكن هو منتخب تحت 22 سنة. هي أقصد اللي لأنه في الخبر تكوين إعداد المنتخب الأولمبي الجديد بس عشان نوضح للناس لأنه مع كثرة المنتخبات أبو حسن بدينا نضيع. طيب على يد الحال أخوي عادل جميع المنتخبات المشكلة حاليا مشكلة في الاتحاد الأسترالي ومشكلة في الاتحاد الياباني ومشكلة في الاتحاد الكوري ومشكلة أيضا في الاتحادات الأخرى الأوروبية أكيد. هي ممكن أنا بالتأكيد هي شيء ربما يكون إيجابي لكني الآن المنتخب اللي موجود في أسبانيا في منتخب ناشئين وفي منتخب براعم صح؟ نعم. طيب نعم. البراعم يستعد ليش؟ البراعم طبعا احنا نهدف لزيادة الاحتكاك لأنه اكتشفنا أيضا أن جميع المنتخبات اللي ذكرتها لك قبل شوي منتخباتهم تحت 14 سنة تحت 12 سنة تشارك في أكثر من مهرجان دولي في زي هذا المهرجان اللي احنا شاركنا فيه الآن. وخصوصا منتخبات اليابان واستراليا. بالنسبه لمنتخب الناشئين اللي موجود الان مع الكابتن عمر باخشوين طبعا هم يستعدون لاستحقاقات قادمه لهم واهمها هي استحقاق نهائيات كاس اسيا التي ستقام في ايران وقبلها طبعا في عندنا كاس العرب بالنسبه لهم. ممتاز. واللي موجودين الان في جده والدمام؟ نعم اللي موجودين في جدة منتخب تحت 12 سنة. حلو. ويستعدون اللي في الدمام عفوا تحت 12 سنة يستعدون للقاء الخليجي اللي سيقام في البحرين إن شاء الله نهاية هذا الشهر. وبالنسبة اللي في جدة تحت 10 سنوات هذا معسكر تنشيطي دائم لمنتخب تحت 10 سنوات. يا سلام. شغل جميل أبو حسن. طيب الآن الفترة القادمة يعني كان معنا حقيقة قبل يومين أحد الضيوف زميلنا سامي اليوسف وقال انه كثره هل المنتخبات واللي موجوده في كل مكان تستعد يعني ربما تكون في هذا الوقت غير مفيده عشان كذا انا سالتك انهم يستعدون لايش يعني عشان بس تكون الصوره واضحه. نعم لا كل منتخب له سبب استعداده وعلى فكره اخ عادل والاخوه الزملاء اللي معك لا يتم تنشيط اي معسكر لاي منتخب الا بناء على خطه فنيه مسبقه بنيت ايضا على الخطط اللي يقوم فيها المنتخبات اللي سبقتنا في هذا المجال. ودي بس اعطيك نبذه سريعه عن موضوع المنتخب الاولمبي، منتخبنا الاولمبي القادم هو اللي بيشارك في اولمبياد 2016 اللي ستقام في ريو دي جانيرو. وهذا المنتخب هم مواليد 93 اللي كان ماسكهم الكابتن خالد القروني الان تركهم طبعا راح حق منتخب مواليد 91. اكتشفنا طبعا انا اقول لك كلمه اكتشفنا وهو الحقيقه اكتشفنا انه المنتخبات اللي سبقتنا عندهم المنتخبات يتم تجهيزها من 6 إلى 7 أو حتى 8 سنوات يتم تجهيزها للاولمبياد اللي بيشاركون فيه. فلذلك عندنا الان مواليد 93 من الان سيتم تجهيزهم لاولمبياد 2016 بل ومواليد 97 يتم تجهيزهم لاولمبياد 2020 اللي غالبا سيقام في الدوحه. ممتاز. طيب انتم الان استاذ محمد بناء على هذه الخطه هي يعني وافق عليها الاتحاد او الاداره المؤقته الجديده؟ طبعا كل الكلام اللي انا قلت لك اياه الان تم عرضها على الاستاذ القدير احمد عيد وصادق عليه من الناحيه الفنيه
بشكل قوي جدا. كل الموضوع ما فيه الآن احنا لابد أن نستعجل موضوع رعاية المنتخبات لكي نتمكن من إيجاد الميزانيات المناسبة. إن شاء الله بإذن الله احنا يعني في الخطوات الأخيرة لإغلاق ملف الرعاية، والحمد لله يعني متفائلين خير، وأيضا في دعم إن شاء الله بيجينا من الجهات المختصة الحكومية فيما يخص هذا المجال. إن شاء الله أمورنا طيبة بإذن الله. سؤال قبل الأخير أستاذ محمد، كأس العرب حتشاركون بفريق أولمبي أول؟ لا، كأس العرب سنشارك فيه، هو غالبا سيكون منتخب أول، ولكن قد يكون الجهاز المنتخب الأول قد يرغبون بتجربة لاعبين غير اللاعبين اللي ممكن يشاركون فيهم في المباريات الفيفا. يعني عندنا في مباراتين فيفا يوم 4 ويوم 8 يونيو. هذا المنتخب اللي بيشارك في هذين المباراتين سيكون هو المنتخب الأول الرسمي، بينما في كأس العرب سيكون كثير من أفراد المنتخب الأول مشاركين فيه، ولكن سيتم تطعيمهم ببعض النجوم اللي المدرب المنتخب الأول يريد أن يخبرهم فيه إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق أستاذ محمد، شكرا على تجاوبك الدائم معنا، يعطيك العافية. يا مرحبا، حياك. شكرا للأستاذ محمد المسحل رئيس إدارة شؤون المنتخبات. أروح لمحمد دعفيس، كيف ترى هذه الخطة اللي الظاهر، طبعا احنا نتكلم عن الظاهر انها منظمة، واضح انها لها اهداف وواضح انهم عارفين ايش قاعد يسوون، ستتفق معي؟ يعني خلينا نقول انه اي خطة في العالم يجب ان تكون لها هدف استراتيجي بعيد واهداف مرحلية. الهدف الاستراتيجي البعيد باعتقادي يحدده الاستاذ محمد بانه هو اولمبياد 2016، فإذا كان هذا هو هدف بعيد بالنسبة للمنتخبات السنية الصغيرة اللي عم يشتغل عليها 97 و93، يجب أن تكون هناك أهداف مرحلية اللي هي كأس العرب، أي مشاركات أخرى حتى نقيم مستوى النجاح ومستوى التقدم. طيب، حتى لا نتفاجأ مثل ما تفضل الآن الكابتن فؤاد ذكر أنه سوء التخطيط خلانا نجد أنه المنتخب الأولمبي أصبح خارج تصفيات، فأنت حتى تحكم على مدى نجاحك في واقترابك من تحقيق الهدف الاستراتيجي البعيد يجب أن تكون هناك أهداف مرحلية، يجب أن تكون واضحة حتى تحدد أنه هل أنا فعلا أقترب من هدفي الاستراتيجي أم أنه العمل اللي عم أقوم فيه هو خطأ. يعني هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا في اعتقادي منتخب 22 عام اللي عم يتفضل الأستاذ محمد وحكى عنه، أنا برأيي أنه يجب أن تكون هدفه الأهم هو عبارة عن عملية تسويق للاعبين بهذا السن، تسويقهم بحيث أنه نقدر نأمن للكرة السعودية عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج. حتى الآن مشكلة الكرة السعودية أنها ما تزال تستورد، ليست مصدرة. طيب، فلما بيكون عندك منتخب تحت 22 عام أعتقد أنه سن يعني جيد، اللاعب نضج محليا، اللاعب أصبح قادر على أن يعتمد على نفسه. طيب، حينما تستثمر مثل هذه البطولة القارية لتسوق اللاعبين ربما بأي طريقة تجدها إدارة المنتخبات، استدعاء وسطاء، أي شكل من الأشكال اللي ممكن اتحاد القدم يقوم فيه بدور، أعتقد أنه هذا قد يكون هدف مهم ومهم جدا بالنسبة لهذه المرحلة تحت 22 عاما. طيب، على وجه التحديد اتضحت الفكرة. لو نجحنا أنه نصل إلى لاعبين أو ثلاثة أو خمسة حتى من هذا المنتخب احترفوا في الخارج، أعتقد أنه هذا أهم حتى من أنه نحقق بطولة تحت 22 عام. اتضحت الفكرة، وبرجع للتعليق على هالموضوع بالتحديد، لكن مع اتصال ثاني عشان بس ما نطول عليه. احنا كنا بنتكلم عن الحكام الأجانب. أعلنت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تكليف طاقم تحكيم بلجيكي لتحكيم مباراة فريقا الأهلي والاتحاد مساء الخميس القادم. الطاقم طبعا بلجيكي، هذا الاختيار ربما عاد بالذاكرة إلى تساؤلات سابقة للجماهير الأهلي التي ربما تساءلت عن وجود حكم بلجيكي يقود مباراة الأهلي وهناك منافس في يقوده مدرب بلجيكي. هذا تساؤل سابق وربما يكون يعني لا نطلق عليه حكم، لكنه أطرحه كأحد الاطروحات الموجودة. على الجانب الآخر، الاختيارات الآن السعودية للحكام السعوديين في المرحلة القادمة هي مراحل حسم، وبالتأكيد هناك طريقة يعني مختلفة لاختيار الحكام في المراحل القادمة، لأنه أمس أعلن الحكام اللي يقودون المباريات القادمة. على الهاتف أرحب بالأستاذ عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السعودية الرئيسية. أستاذ عمر مساء الخير، إن شاء الله ما تأخرنا عليك واجد. لا، مساء الخير عادل، مساء عليكم، مساء على الأستاذ فؤاد والأخ محمد. إحنا عندنا مشكلة مع المسؤولين، كلهم ينامون بدري صراحة، تورطنا.
فنبغاكم شوي تسهرون معانا، كل المباريات اخر الليل، شو نسوي احنا؟ ما عندنا مشكله. طيب كابتن عمر، انت تعرف انه الايام القادمه هي مراحل حسم، واي اختيار لاي حكم يعني اكيد حيكون حوله كلام اذا ما كان اختيار يعني دقيق. انت في هالمرحله كيف يتم يعني عندك حسابات مختلفه عن المرحله الماضيه، ولا تقول والله انا حساباتي مثل ما هي؟ لا لا طبعا الحسابات بدون شك راح تتغير، ولكن انت اوقات يعني اختيارك يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن في اسس معينه متى ما اخترت الحكم الذي يمتع بلياقه بدنيه عاليه، الشخصيه، قراءه القانون، انا اتوقع انه يكون النجاح حليف هذا الحكم. ولكن لا تعتمد على درجه معينه، لان مع الاسف في بعض يعني الرياضيين يتوقعون ان الدرجه لها دور، مثلا ممكن يكون حكم درجه ثانيه لحد الان الفرصه ما جاته، ولكن عنده الامكانيات انه يكون حكم كويس. على هذا الاساس اتمنى ان ما ننظر للدرجه، ننظر لاداء الحكم وليس درجته. طيب انت من الان استاذ عمر عندك خبر عن الحكام الاجانب، او انه عن طلب الحكام الاجانب للمباريات القادمه؟ والله الخبر اللي عندي في مباراه الاهلي والاتحاد، كذلك الاهلي والشباب، وبرضه وصلني خبر امس ان في مباراه القادسيه وهجر. هذه المباريات اللي بتكون القادسيه؟ القادسيه وهجر. وهجر طيب استاذ عمر، انت تعرف طبعا احنا يعني اذا تكلمنا مثل هالكلام يمكن يكون ربما غير منطقي، لكنه هو كلام مطروح ويجب ان اطرحه. اختيار وطرحوه احد الاعلاميين، كثير من الاعلاميين سابقا والجماهير، اختيار خليل جلال مباراه الاتفاق والشباب، ايش اللي جاك عنه كرده فعل؟ والله شوف زميلي عادل، اول شيء ترى احنا يعني مش طرف منافس لا حق الشباب ولا حق الاهلي ولا الاتحاد ولا جميع الانديه. احترم جميع الانديه، احترم الرؤساء، احترم اللاعبين، احترم الاداريين، واحترم الصحفيين. ولكن يعني برضو خلينا نكون صريحين، اذا كان خليل جلال يبغى يعني يعني اسمع عشان موضوع اهلي ولا الشباب، ما اتوقع انا، ولكن انا اتمنى ان احنا اول شيء كمسؤولين انديه وكاعلاميين وكجمهور نترفع على الاشياء هذه. يعني ما ممكن واحد يجي يقول لي والله ليش حطيت خليل في مباراه القدسيه، مباراه الاتفاق والشباب علشان ميول اهلاوي، من اللي قال ميول اهلاوي؟ وحتى لو كان ميول اهلاوي ايش يعني ايش المشكله؟ طيب انت وصلك هالشيء استاذ عمر ولا؟ يعني ما اتوقع موضوع الميول تضيع اسمي وتاريخي عشان ميول يعني. وكلنا لنا ميول، ولكن يعني اتمنى ان يعني ما يعني ما نسيب المواضيع هذه لاشياء يعني مقصوده وما ادري والله استاذ عادل. طيب معلش استاذ عمر، انا ما ودي والله اثيرها، بس هل هي وصلتك بشكل يعني من اشخاص رسميين ولا كل كلام جمهور حتى الان؟ لا 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 بكل امانه انا بالنسبه لي ما يعني كشيء رسمي لا ما وصلني، وحتى لو وصلني شيء رسمي كان لي رد مع اي شخص يتكلم معي في الموضوع هذا، لانه يا يكون ثقه يا يكون ما في ثقه. ولكن احنا يعني مطلوب ان ما يعني انا قريت مش قريت اليوم متداخل مع برنامج ارسال الاستاذ الرومي، نعم، له التقدير وله احترام، ولكن ما 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 يعني ما كنا نتمنى انه يخش في المواضيع هذه، صحيح انه شاب ابي ولا بحريه، ولكن ما يدخل موضوع خليل الاهلاوي ولا خليل اتفاقي ولا خليل الهلال ولا ما يعني احنا اكبر من هالامور هذه. طيب عموما احنا بس بالتاكيد كل ما يطرح يجب ان يسال فيه المسؤول استاذ عمر، حتى يعني نستوضح منه، لانه في النهايه احنا اعلام مراه لما يحدث في الواقع، حتى لو كان احيانا شيء يمكن سطحي، ولكن نطرحه حتى يعني نخرج من بفائده. لا لا واجبي انا اقصى شيء واجبي وانتم واجبكم، ولكن زي ما قلت لك برضو انا انظر يعني انا يوم حطيت خليل انظر خليل ايش المباراه اللي بيحكمها مثلا الاسبوع اللي بعد، او الحكم ليش مثلا ممكن واحد يتساءل مثلا والله ليش مثلا فهد المرداس ما حكم مباراه، اول شيء فهد المرداس محكم هالدور الاول، خلينا برضو اكون واضح، حكم هالدور الاول،
فهد المرداس يعني تقريبا احتمال انه يحكم مثلا الاتفاق والهلال. الاخ مرعي محكم الاتفاق والاهلي. عبد الرحمن محكم الشباب والنصر. عشان كذا يعني احنا ننظر غير اللي ينظرون الاخرين، ولكن اقول اذا ما كان الثقه كامله الثقه ما تتجزا. والله اذا ما وثقنا في حكم حكم في كاس العالم نثق في مين استاذ عمر؟ عشان كذا استاذ عادل شكرا لك عموما على تجاوبك الدائم معنا. شكرا لك استاذ عمر المهنا رئيس لجنه الحكام الذي اكد بان اختيار المرحله القادمه بالتاكيد له حسابات مختلفه. ساخذ تعليق ضيفي الكريمين ولكن بعد الفاصل نعود لنتابع الجزء الثاني وفيه. فوزنا رئيس الاتحاد، فوزنا على الاهلي بطوله. مدرب الأهلي قبل لقاء الاتحاد، ديربي جدة هو الأمتع. أفضل مدرب هو مدرب نادي الهلال أسك. مدرب نادي الهلال أسك. أفضل مدرب دور السعودي مدرب الأهلي قارولين. أفضل مدرب دور السعودي مدرب الأهلي قارولين. أفضل مدرب مدرب الأهلي قارولين. أفضل مدرب مدرب نادي الأهلي قارولين. أفضل مدرب في الموسم هذا مدرب نادي الفتح فتح الجبالي. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب. ضيوفنا فؤاد انور اللاعب الدولي السابق ومحمد الدعفيس رئيس القسم الرياضي في صحيفه الوطن. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مواضيع كثيره. اخذ تعليق ضيفيه بس على موضوع. اولا ما تحدث عن موضوع المنتخب ومداخله محمد المسحل، تحدث عن جدول منظم وفق اليه وفق خطه لمرحله قادمه. كل منتخب قاعد يستعد لمرحله، كيف تشوف هالخطط؟ أول شيء هني الأخ محمد المسحل، أنا أتوقع أنه جالس يعمل عمل وجهد كبير وهذا ما يختلف عنا اثنين، ولكن مسألة أنه اكتشفنا أن الدول المتقدمة أنها تعمل بالنسبة للمنتخب الأولمبي أو قبل الأولمبيات بأربع سنوات، هذا موجود في العالم كله وكل العالم تعرفه، لكن عندنا إحنا ما نعمل بهذا الشيء. هو يقول لك للأسف أن إحنا اكتشفنا قد الآن، لا مو باكتشاف، هو موجود من اول، لكن جاء في فتره من فترات انها غابت هذه السياسه، ولا في فترتنا احنا من الناشئين للشباب للاولمبي ذا كانت موجوده. جت فتره واختفت. بالنسبه للمنتخبات الان موجوده ثمان منتخبات تقريبا، وخاصه الفئات السنيه تحت 10 سنين او 14 سنه. انا في وجهه نظري ان هذه لو سخر الاتحاد السعودي ان يقام دوري لها وأن يكون منافسات يعني داخل السعودية يكون أفضل بالنسبة للبراعم. في دوري براعم الحين على فكرة، في دوري براعم بس السن حقيقة ما في دوري براعم يعني، بس أنا أقول لك أنا أقول لك وجه سخراء طاقتك وبالنسبة للدوري هذا الثمان منتخبات. أنا في وجهة نظري أن ناشئين وشباب وأولمبي وفريق أول، هذا يعني كافي انك تقدر تخدم فيه. اما الفئات السنيه وهذه يعني من وجهه نظري ان بخططك بتركيزك على الانديه بالبرامج اللي المفروض تسويها الانديه، لان انا في العالم كله يعني ما اتوقع انه منتخب ينتج لاعبين او برامج منتخب تنتج لك منتخب كويس. انا على حسب علمي، على حسب علمي البسيط
ان الانديه القويه والبرامج القويه في الانديه هي اللي تنتج لك منتخبات كويسه، تنتج لك ايضا لاعبين على مستوى عالي. طيب. لان مهما كان انت برنامجك في الاتحاد السعودي لا يمكن يكون طول السنه، حيكون فتره معينه، والفتره المعينه هذه هي زي البنادول، فتره وتنتهي. انا بقول لك بعد سنه ولا سنتين، هذه الخطط الان اللي موجوده، بعد سنه وسنتين راح محمد المسحل وجاء مدير منتخبات جديدة، قد يكون يجيب فكر ثاني ويجيب معلومة جديدة وتبدأ من جديد أيضا تخطط. طيب. ولكن لما تخطط للأندية هذا حيستمر مع الأندية وأيضا حتى جهدك أنت كمحمد مسحل حيبان في التالي في سنوات قادمة. أسألك عن طيب عن عمر المهنة، نطلع موضوع الحكام، تكلم عن مسألة اختيار خليل جلال الاتفاق والشباب، الكلام هذا اللي طلع الايام هو كلام في النهايه جمهور، يعني ما في شيء رسمي مثل ما قال عمر المهنة، لكن يجب ان نطرحه. انت يعني شبابي. والله شوف انا بقول لك، انا اكون عادل واكون ذا الاستاذ عمر من يوم جاء يعني تحسنت موضوع التحكيم وتحسن اشياء كثيره في موضوع التحكيم، وانا لا اجامله، ولكن انا بقول لك عندنا حكم من افضل الحكام ويحكم برا ويحكم ذا. انت لما تقولي مثلا كلام جمهور ولا كلام، الانديه هذه قائمه على هذا الجمهور وجالسه تلعب لهذا الجمهور، واحنا جالسين هنا في الاستوديو ان ندري بدلونا عشان نطور هذا الجمهور او نتحدث لهذا الجمهور. فالجمهور شيء يعني مو بعابر، يعني على اساس ان نقول كلام جمهور إيه طيب مش تقليل منك كابتن. لا لا لا، انا ما اقول لك تقليل، مو تقليل بس اقصد مو انه ما في شيء رسمي حتى. لا لا ما اقصد، انا بقول لك الحين لما نقول كلام جمهور، طيب كلام الجمهور هذا هو اللي بيحضر، هو اللي بينتقد، هو اللي اذا اللجنه عندها ثقه كبيره في 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 الحكم، حتى احنا عندنا ثقه كبيره في الحكم. طيب. وعندنا ايضا حتى مساله، انا بقول لك مساله انه يعني احنا كمسلمين نحسن النيه في الحكم. طيب. بس انا ليش انا ماني مجبور اني احط الحكم قدام هذا الاختبار؟ ليش اجيب الحكم واحطه قدام هذا المدفع؟ كل الجمهور اللي بيحضر او ذا البعض جالس يشكك من قضيه انه اهلاوي انه ما ادري وشو. طب انا اثق في هذا الحكم، ليش ما احافظ عليه بدال اني انا ارميه في احضان؟ لان كره القدم قد يغلط في اي وقت وقد تحسب عليه ولا تحسب على اللجنه. قصدك تحميه من انت المفروض تحميه، يعني كلجنه عندك حكم بهذا المستوى وبهذا، ليش انا ادفعه ليش احطه في الموقف؟ ليش احطه في هذا الموقف؟ طيب. لان انا اقول لك المساله مساله كره قدم، قد يخطي المدرب، قد يخطي الحكم، قد يخطي ذا، ومتى ما خطا انت حتتحمله هو المسؤوليه. طيب خليني اسال، هو حيتحمل المسؤوليه الكبرى. خليني اسال محمد، ايش رايك في هالموضوع؟ ان احنا يقول لك فؤاد ان هذا الجمهور حتى لو قلنا هو كلام جمهور، يا اخي هو هذا الجمهور اللي بيحضر وهو اللي بيساند وهو اللي لو غلط الحكم يا ويله منهم، وبالتالي المفترض احنا نراعي هذا الجانب وبلاش نحط الحكم في هذا الموقف الغير جيد. يعني انت خليني اسال، كم حكم عندك انت في المملكه، حكم دولي مثلا ممكن يدير مباراه قويه او مباراه مهمه؟ انت بالاخير عندك يعني اقصى ما يمكن حكام للساحه 10 حكام مثلا، ولديك انت 7 مباريات في الدوري الممتاز، فحتما لازم تستخدم حكام من المتاحين بين ايديك لتوزعهم على المباريات، وهي مباراه مهمه بصراحه يعني. تماما. لكن في مباريات ايضا مهمه اخرى، يعني مباراه للشباب والاتفاق لا تقل اهميه باعتقادي عن مباراه مثلا هلال واتحاد، اهلي واتحاد اسف، لا تقل عن اهلي وشباب. لديك مجموعه محدوده من الحكام الجيدين، فانت مضطر ان تتعامل مع هؤلاء الحكام وتوزعهم على المباريات المتاحه بين يديك حتى تستطيع ان يديروا لك هذا الموسم. انا باعتقادي انه سياسه او منهجيه التخويف الدائم من الميول للحكام هذه مشكله كبيره، هذه زرعتها ربما ساهمنا فيها نحن كإعلاميين، ربما ساهم فيها التكرار والتجارب، يجب أن نبدأ في التخلص منها. الحكم هو أضعف حلقات اللعبة في اعتقادي، ولابد أن يتصبغ عليه حماية استثنائية حتى نتخلص من مسألة تجيش الجمهور ضد الحكم. أنت يعني أنت الحكم الحكام الأجانب الذين جاءوا للكرة السعودية لإداروا مباراة الدوري السعودي، طيب، سواء هذا الموسم أو اللي قبله لم يكونوا أنجح من الحكم السعودي. يعني أنت تقول السعودي مقيد، انت بس تقول انه هذا الحكم هو الافضل، مقيد باعلام استاذ محمد، تقول هذا الحكم هو الافضل، هو حكم قوي ومباراه مهمه، فبالتالي يجب الا نلتفت لامور اخرى، هذا رايك؟ كيف يثبت الحكم القوي انه قوي ان لم يدر مباريات قويه ومهمه؟ طيب عموما ما يحتاج خليل جلال انه يثبت انه قوي، يعني في النهايه هو حكم في كاس العالم اكيد، لكن احنا نحتاج حكم كويس في المباراه عشان المباراه تعدي
لانها مباراه مهمه، بس هذا هو الموضوع. ولا خليل ما يحتاج انه يثبت انه قوي يعني، اذا واحد زي خليل جلال باقي نسال هو قوي ولا لا مشكله. طيب واحد زي خليل جلال ونحن عم نشكك بميوله انه او يدعي البعض انه ميوله ستؤثر على قراراته، هذا كلام غير صحيح. طيب عموما مثل ما قال احنا في النهايه نحترم، اذا حتى لو كان راي جمهور احنا نحترمه، ولذلك طرحنا حتى لو كان احيانا بعض الاراء سطحيه او غير جيده او غير منطقيه تطرحها، لان في النهايه هي هذا الجمهور مثل جمال فؤاد هو اللي بيحضر المباريات، هو اللي قاعد يتابع، هو اللي قاعد يشوفنا الحين في على الشاشه. الموضوع الاخر طبعا رجعنا لموضوع الموال التاجيلات، قررت لجنه المسابقات الفنيه واللعب النظيف في الاتحاد السعودي تاجيل مباراه احد والخليل ضمن مباريات الاسبوع 25 من دوري الدرجه الاولى المقرره غدا الاربعاء على ملعب الامير محمد بن عبد العزيز في المدينه المنوره حتى اشعار اخر نظرا لظروف الطيران. مره ثانيه رجعنا لظروف الطيران. المباراه اليوم طبعا هذا الخبر 27 مارس. على الهاتف ارحب بسعود الحربي رئيس مجلس اداره نادي احد. مساء الخير استاذ سعود. استاذ سعود معنا؟ معلش احنا طولنا عليه شوي في الخط. استاذ سعود مساء الخير. مساء الخير استاذ سعود. طيب حيجينا الان الاستاذ سعود الحربي رئيس نادي احد. هذا التاجيل حسب المعلومات اللي عندي انه المباراه مجدوله من بدايه الموسم وانها ما تاجلت او تقدمت، حسب المعلومات اللي عندي انا ما اعرف حقيقه، حنستوضح اكثر. والمباراه اجلت اليوم بسبب ظروف الطيران. اللي نعرفه الحين في انه هذه الجوله هي 25 وهي جولات الحسم الان والمراحل الحساسه جدا في الدوري، وبالتالي يعني ربما مباراه هذه المباريات هي تقرر مساله هبوط او بقاء او حتى صعود، ولذلك هي مرحله جدا مهمه لانديه الدرجه الاولى. على الهاتف ارحب بالاستاذ سعود الحربي رئيس نادي احد. مساء الخير استاذ سعود. يا مساء النور حبيبي استاذ. اعتذر عن الاطاله معليش، طولنا عليك في الخط. ابدي استاذ سعود، اليوم جاكم قرار التاجيل، وش موقفكم في النادي؟ والله اول طال عمرك يعني انت عارف مباريات الدوري الدرجه الاولى الفتره دي فتره يعني صعبه جدا، خاصه الفرق المتاهله للصعود او الفرق الهابطه. طيب انت عارف وضع احد يعني السنه هذه بينافس على الهبوط للاسف، ما بينافس على الصعود، ولكن احنا بصراحه تفاجئنا بالخبر اليوم. كان في اتصال امس من الاستاذ فهد المصيبيح لمشرف عام اللعبه كره القدم، وبلغوني امبارح انه صار اتصال تليفون بينهم، ولكن انا تفاجات ان الخطاب ما وصل اليوم الا بعد صلاه الظهر، وتعرف الفريق حيدخل داخل معسكر اعدادي ومجهزين الفريق لبدء المباراه ان شاء الله بكره الربوع، واعدادنا كان كويس، ولكن احنا الان ما نقدر نقول شيء. اذا كان لجنه المسابقات الان طرحت الوضع هذا، علينا ان نحاول نساعد معاهم بقدر المستطاع، ولكن ان ما نفاجئ انه زي ما انت عارف احنا عندنا ثلاثة جولات في اخر الدوري تعتبر جولات حاسمه، واعتقد انها كلها محطوطه في توقيت واحد. انا اتمنى صراحه يعني كما قدرنا احنا الظرف في لجنه المسابقات للاشقاء في نادي الخليج ولاي نادي اخر، عليهم تقدير ظرفنا كذلك، انه ما اروح انا احط مثلا مباراه احد الفتره القادمه في نص الاسبوع واقعد اضغط نادي بينافس على الهبوط في اسبوع واحد يلعب ثلاثة مباريات. طيب ولا صح في 8 ايام يلعب ثلاث مباريات. استاذ سعود اسالك معليش، صحح لي المعلومه اذا كنت مخطئ، هذه المباراه موعدها هو ثابت من اول الموسم ولا تاجلت تغيرت اصلا؟ لا 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 لا، هي ثابت من اول الموسم ما تغيرت. يعني تقريبا من 6 شهور. نعم نعم نعم. انا بالنسبه لي اكلمك الان، انا في نادي الان حجزي لمباراه التحطيم مؤكد من الان ومنتهي اموري كامله، وهي مباراه بعد تقريبا بعد خمس مباريات، يعني بعد شهر واسبوع، ولكن احنا برضو كمان لابد ما يكون عندنا تقدير لظروف بعض الانديه وتقدير لظروف برضو كمان حجزات الطيران او لجنه المسابقات، ولكن انا اناشد كذلك يعني بما ان احنا كذلك يعني راعينا بعض الظروف الامور، ناشدهم كذلك لا يصير الحمل على الانديه، يعني لا تجي تضغط مثلا. انا بفضل ان الان ما دام لجنه السباقات اجلت المباراه تترك تاجيلها الى اخر الموسم، وهي لا راح تقدم ولا راح تاخر، مباراه تعتبر يعني بعد، وحتى ان شاء الله ذاك الوقت يعني تكون مباراه امور كثيره من الصعود والهبوط يعني. اها يعني هي مساله تاجيلها ولعبها في وقت غير مناسب حيكون مضر بالنسبه لكم. اكيد اكيد طيب. احنا هذه النقطه اللي احنا خايفين منها بصراحه. طيب وضروري يعني من اتحاد كره القدم الانتباه للنقطه هذه، لا نجي نضغط نادي نلعبه في 8 ايام ثلاثه مباريات وهو مهدد بالهبوط. طيب هذه ترى نقطه مهمه يعني. طيب شكرا لك استاذ سعود الحربي رئيس نادي احد.
على الهاتف ايضا ارحب باحد الانديه اللي ايضا ينافس على الهبوط وهو نادي الباطن. كان عندهم ايضا هم اعتراض على هذا التاجيل على اعتبار انه سيكون مضر بالنسبه لهم، وما اعرف حقيقه ايش العلاقه، لكن احنا حناخذ التفصيل بالنسبه لهم منهم. حيكون معنا امين عام نادي الباطن. طيب لين يجهز الاتصال، هو حيلعب ايضا بكره مع النهضه. فؤاد نفس الموال. والله انا بقول لك الفتره هذه اصبحت الحين مباريات التاجيل وخاصه في المراحل الاخيره، انا اتوقع ان التاجيل يضر بعض الفرق. يعني بس يقول لك المباراه من 6 شهور مقره، يعني شلون؟ انا اقول لك الحين من حقه هو انه يحتاج، ومن حقه انه ايضا يطالب بحق من حقوقه. لكن انا بقول لك لجنه المسابقات انا اتوقع انه المفروض انه ما تدخل نفسها في احراج اكثر من يعني نشوف الان. يعني وش اقول لك، الكره السعوديه مي بناقصه يعني تخبطات وايضا قرارات وايضا يعني بيجيك فريق يقول يعني ما قد حاجه السعودي بعد. لا 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 مو هذا من بدايه الموسم يا اخي. لا لا هو الفترة الأخيرة كلها بسبب المنتخب. لا 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 من بداية الموسم الحين المباراة هذا اللي نتكلم عن الموضوع. بداية هذا الموسم صح. يعني من بداية الموسم وهي مقرة. يعني أنا بتوقع أنا ما مو بذنبي إني بعد أنا أتحمل غلطة غيري ولا حتى غلطة لجنة المسابقات ولا لجنة الاتحاد، لأن الموضوع فيه هبوط وفيه صعود. طيب خليني أسأل الأستاذ مبارك عامر أمين عام نادي الباطن، وهو أيضا أحد الأندية اللي متضررة من التأجيل كما تواصل مع الزملاء قبل البرنامج. مساء الخير أستاذ مبارك. مساك الله بالخير يا أستاذي، يا أهلا ومرحبا ومسي عليك وعلى الأستاذ فؤاد أنور. حياك الله. اليوم تأجلت أحد والخليج، أنتم كان عندكم يعني أيضا تعليق على هالموضوع، ما أدري أنتم مش لكم علاقة بالتأجيل. والله إحنا كما تعرف ويعرف الجميع أنه نحن نعاني من أزمة الهبوط، لسنا لوحدنا نحن و كثير من الانديه، يعني تقريبا 5 انديه كلها متضرره بالمباراه هذه. طيب يعني صدر يمكن 5 رمضان وبلغ الجميع بالجدول والروزنامه صدرت من 5 رمضان، فاستغرب اليوم يعني انه نفاجئ بانه تاجيل المباراه. يعني صراحه شيء يعني احنا لا نشكك في شيء ولا نحن ضد، لسنا ضد احد وضد الخليج، ولكن هذا حق من حقوقنا ان تمنح فريق افضليه وتمنح الفرق الاخرى لا تمنح افضليه، هذا يعني شيء. بس انت وش علاقتك، معليش استاذ مبارك، انت وش علاقتك يعني انت وش المضره اللي ممكن تجيك من تاجيل المباراه بس عشان نفهم؟ انت المضره انه انا لما راح يكون له افضليه يعني ينتظر النتائج، مثلا تؤجل في نهايه المطاف ويعرف من لك وعليك، الطموح يختلف لدى الخليج. يعني كل الانديه تعرف اللي لها واللي عليها، بعدين انا ممكن انا لما ما مثلا ما استفيد من صعود او من هبوط، يعني ممكن ما راح، ممكن الان لا استفيد، اعطي مكافآت، اشد لعيبتي احرص عليهم كذا بالحضور وكذا، لكن بعدين لما تكون المباراه تحت الحاصل اكيد الطموح يختلف. ما قد صارت معكم تاجيل مباراه في الدوري الدرجه الاولى؟ ابدا، حتى نعرف النادي الصغور في المسابقه في الدور الاول طلب التاجيل لمده 24 ساعه ورفض لجنه المسابقات، ولست مخول ان اتكلم عن نادي الصغور، لكن انا يعني اعرف الشيء هذا. يعني انت بتطلعون بر، قد صارت معكم طلعتوا بر في هالظروف ولا ما قد صارت؟ نعم اكثر من مباراه، لانه نطلب فيها ويتم رفضها. فنحن على قولتهم نتمنى ان تعامل الانديه بسواسيه وبكل بشفافيه، ليس قبل المباريات او قبل الجوله بيوم واحد تبلغ الانديه ان هناك مباراه مؤجله وهناك مباراه مؤقته مقدمه ومؤخره، فبعدين ممكن حتى الانديه تطلبها يقول لك انا بلعب نهايه الموسم. يعني حتى انا سمعت رئيس نادي احد وحنا نمسي عليه استاذ سعود الحربي وهو صراحه من خيره الزملاء، لكن الان يطلب انه يمكن نهايه الموسم او كذا. طيب يعني هم بعد احنا نتضرر بعد، انا ارجو ان نكون كفه. طيب واحده جميع الانديه. وضحت الصوره، شكرا لك استاذ مبارك عامر امين عام نادي الباطن، يصف نفسه باحد المتضررين. محمد بشكل سريع اذا سمحت لدقيقه قبل الفاصل، مشكلة من هذه؟ مشكلة طيران، مشكلة مسابقات، يقول لك المباراة مقربة من رمضان. شوف خلينا نقول ان المشكلة جزئين، الجزء الأول موضوع الدوري الأولى باعتبار المباراة مقررة من رمضان، أنا باعتقادي لجنة المسابقات يجب أن تحصل قبل حوالي 10 أيام على الأقل من موعد مباريات على حجوزات مؤكدة للأندية حتى تتجنب مسألة التأجيل المفاجئ قبل 24 ساعة أو في وقت غير مناسب. مثل ما الان تطلب انت مثلا حكام اجانب قبل 15 يوم. طيب ما في مانع انك تطلب حجز مؤكد من الانديه طالما المباراه ثابته. الجزء الثاني اللي هو المباريات المفاجئه، يعني زي مباراه الاتفاق والرائد التي اجلت من 14 مارس الى 24. هذه باعتبار انه في تعديل
ليس ذنب لجنة المسابقات وليس ذنب الأندية. هنا أيضا يجب أن يفكر اتحاد القدم بحلول نهائية لهذه المسألة حتى يتجنب المتاهات، ربما تعاقد مع طيران خاص، ربما مثلا في هذا الموضوع فيما بعد مع الخطوط الحديدية. في هذا الموضوع هو اللائمة تذهب مباشرة إلى النادي نفسه، نادي الخليج. أعتقد أن نادي الخليج هو الآن يلام باعتبار المباراة ثابتة ويجب أن يثبت حجوزاته. طيب واللي وافق على التأجيل؟ خصوصا أننا الآن في فترة إجازة. اللي وافق على التأجيل أليس أيضا هو ساهم في هذه المشكلة؟ ليش توافق إذا أنت عارف أنه عنده 5 شهور أو 6 شهور وعارف أنه عنده وقت؟ المشكلة أيضا هذا، أنا لذلك قلت لك عادل أنه لما يحصل على قبل 10 أيام أو أسبوع من موعد الجولة على حجز مؤكد فهو يلغي للأندية، يكون أجبر الأندية على أن لا تلجأ إلى أي مبرر للتأجيل. طيب عموما سأذهب إلى موضوع آخر. هو بس دقيقة بس بشكل سريع معلش فهد، هي التأجيلات هذه صارت في غياب فهد المصبيح، يعني ما أدري إذا راح فهد المصبيح تصير الكارثة. لا موجود جاء هو رجع. هي رجع بس كلها هذه بلغت حقت الاتفاق كان مو موجود وهذه برضو بس هولي بلغهم بالتلفون. إيه بلغهم بالتليفون بس أقول لك إنه مو موجود يعني في ال طيب ضيع جواله يقولون بضيع جواله بعد. طيب عموما قبل الفاصل نشاهد حديث للواء محمد بن داخل رئيس نادي الاتحاد متحدثا عن مباراة الأهلي، قال إنه بعض جماهير الاتحاد تعتبر الفوز على الأهلي بطولة. ولا شك انه يعني احنا بنقابل نادي قوي، نادي ينافس الان على البطوله، والاهلي الان اختلف عن الاهلي زمان، واعتقد انه المنافسه الحقيقيه اللي هي بين الاتحاد والاهلي مفهومه، والجميع يعني الاتحاديين والاهلاويين كل واحد يبغى يفوز. انا اتمنى ان يكون المنافسه في 90 دقيقه الموجوده في الملعب وبعدين احنا نطلع اخوان، واتمنى ان الاتحاد طبعا يفوز، اتمنى الاتحاد يعود كما كان اول لانه هذا الحقيقه بالنسبه لنا مهم جدا، ولاعبين الان يعني مستواهم افضل من الاول، الانسجام احسن، يعني الجهاز الفني افضل، كل العوامل ان شاء الله يعني كلها تصب في 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 مصلحة نادينا. ايضا الاهلي نادي قوي، نادي له مكانته، نادي لا يخفى على الجميع انه الان بينافس منافسه قويه، وانه ما هو سهولة انك تفوز على الاهلي حقيقه، في صعوبه بدون شك. لا يعني هذه حتى الهلاويين يفهمون يعني كل الناس بدون شك، يعني هذا لقاء قوي، لقاء مهم، الكل اتحاد يتمنى ان يفوز في هذا اللقاء، يعني يمكن يسمونها بطوله بحد ذاتها. سأذهب الآن إلى فاصل، بعده أعود لمتابعة الجزء الثالث من البرنامج وفيه. خالد بن عبد الله يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل الديربي. ومدرب الأهلي عبر المؤتمر الصحفي يقول ديربي جدة هو الأمتع على الإطلاق. أفضل مدرب في الدوري السعودي مدرب نادي الأهلي جارولين. أفضل مدرب في الدوري السعودي حاليا هو مدرب الأهلي جارولين. أفضل مدرب نادي الأهلي جارولين. أفضل مدرب نادي النصر ماتوران. أفضل مدرب نادي الهلال هاسي. مدرب نادي الأهلي جارولين. أفضل مدرب اتفاق بانك. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من الملعب، فؤاد أنور ومحمد الدعفيس ضيوفنا في هذه الحلقة. ناخذ تعليق بالسريع على حديث رئيس الاتحاد.
والله زي ما نعرف ان الفريق الاتحادي الان بدا يرجع في بعض المباريات وخاصه في كاس اسيا، ولكن انا اتوقع انه مباراه الاهلي والاتحاد دائما يعني ديربي ومعروف يعني في الغربيه من افضل المباريات دائما يقدمونها الاهلي والاتحاد، والفريقين يعني كلهم مؤهلين انهم يقدمون مباراه كبيره، ولكن الطموحات تختلف من فريق الى فريق. فريق طموحه انه يسجل التاريخ، وفريق طموحه انه يصل الى بطوله الدوري. ولكن انا اتوقع ان الفريق الاهلي يعني الفريق اللي عنده الطموح الاكبر، الفريق المنظم، الفريق اللي السنه هذه طيب طلع بشكل مختلف كثير. طيب خلينا بنتكلم عن المباراه، بس قبل كذا خلينا نشوف الاهلي اليوم. طبعا الامير خالد بن عبد الله اجتمع بلاعبي الاهلي عقب المران الرئيسي بحضور طبعا رئيس النادي واعضاء بعض اعضاء الشرف. طبعا اليوم كان في تدريب في حماس وروح عاليه جدا في التدريب ومعنويه عاليه، والامير طبعا طالب اللاعبين ان يستمروا على هذه الصوره بالجد والجاهزيه الفنيه والمعنويه، متمنيا لهم التوفيق في المباريات المقبله بدعم جماهيرهم الوفيه والواعيه. مدرب الاهلي عقد اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن المباراه، وقال أن ديربي جدة من وجهة نظره هو الأمتع على الإطلاق. نتابع حديث كارولين في مؤتمره الصحفي. عقد مدرب الفريق الكروي الأهلاوي جارولين وحارس المرمى ياسر المسيلم مؤتمرا صحفيا القيام من خلاله الضوء على استعدادات الفريق للقاء الاتحاد مساء بعد غد الخميس ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين. واستهل المدرب التشيكي جاروليم المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى أن لقاء الأهلي بالاتحاد يعتبر من أمتع لقاءات الديربي التي خاضها طوال مسيرته، وأكد أن فارق الترتيب بين الفريقين لم يكن له أي تأثير في مثل هذه اللقاءات، مشيرا إلى معرفته التامة بنقاط القوة والضعف في الفريق المقابل من خلال متابعته للقاءات الاتحاد الأخيرة. فيما أكد جارولين إلى أنه عمل خلال مباريات الفريق الأخيرة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق. إن شاء الله نقدم فيها المستوى الطيب إن شاء الله، ولكن الأهم فيها في المباريات هذه أن الواحد يكون مركز فيها وعدم الأخطاء، يعني وخاصة أن المباريات زي هذه ما تحتمل أي أخطاء، تعتبر أنها مباراة نهائية تعتبر لنا. من ناحيته شدد ياسر المسيلم على أهمية لقاء الفريق المقبل أمام الاتحاد، مشيرا إلى أن كافة لقاءات الفريق المتبقية في الدوري لا تحتمل أي خسارة للنقاط، وأكد عزمه وكافة زملائه على تقديم المستوى المميز والمقرون بتحقيق النتيجة الإيجابية التي تكفل للفريق مواصلة المشوار في المنافسة على لقب دوري المحترفين. طبعا هذا طموح نحن كلاعبين، كان يعني يمكن 29 سنة الأهلي ما حقق هذا الدوري، فنحن نتمنى أن الله يوفقنا ونفرح جمهورنا ان شاء الله. احنا الموسم هذا قدمنا مستوى ووصلنا للمشوار هذا، فما نبغى نفرط فيه، فان الله ان شاء الله والله يوفقنا فيه ان شاء الله. محمد، بالتاكيد انه الاهلي امام يعني مهمة صعبة على اعتبار أنه يلعب ديربي. طبعا الديربي حتى لو ما كان في أي منافسة للفريقين تظل مباراة مهمة، ثم هو أيضا ينافس على الدوري، وأي خسارة ستخرجه من المنافسة. تعتقد بأن موقف الأهلي صعب؟ طبعا الموقف الأهلي صعب جدا، لأنه أولا الفريق تحت ضغط، هناك فارق نقطة فقط بينه وبين الشباب لمصلحة الشباب، فلديه علم يقين أن أي تفريط بأي نقطة ربما يضعه خارج الحسابات. الأهلي أيضا لعب خلال تقريبا أقل من أسبوعين 4 مباريات قوية، 3 مباريات على مستوى الدوري المحلي، وعنده مباراة في دوري أبطال آسيا، ثم تأتي مباراة قمة مع الاتحاد. لا ننسى أن الأهلي حقق فوز بالذهاب 3-1 على الاتحاد،
وهو شيء لم يتحقق من 5 مواسم. وهذا يعني أن الأهلي يريد التأكيد من جديد أنه بدأ يسحب البساط نحوه في مواجهات ديربي الغربية. طيب. كل هذه الضغوط أيضا ستؤثر بشكل كبير على الأهلي في اعتقادي. عموما بكرة احنا عندنا تغطية إن شاء الله موسعة للمباراة. بس في خبر وصلنا على النصر قبل قليل. في اجتماع عقد اليوم في نادي النصر بشكل سريع نقوله عايض معليش لأنه وصلني. الأمير فيصل بن تركي عقد الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحضور الأمير طلال بن بدر نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف والعميد فهد المشاقح نائب رئيس النادي محمد السويلم مدير الكرة وسالم العثمان مدير الفريق. وجدد من خلال هذا الاجتماع ثقة الجميع بقدرات اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وأعلن سموه باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة رفضهم للقرار الذي أقدم عليه الأمير الوليد بن بدر بالابتعاد عن مهامه كمشرف عام على كرة القدم مؤكدين مطالبة الجميع لسموه بالعدول عن قراره لحالة النادي والفريق لوقفاته المشهودة ومشيدين بما يبذله سموه من جهود مخلصة وكبيرة طوال الفترة الماضية. طبعا أيضا في النصر وقع اليوم مخالصة مالية بالتراضي مع مساعد مدرب الفريق وذلك بعد أن شرح النادي ظروفه العائلية التي تحول دون استمراره في مهام عمله ليغادر إلى بلاده. وعد وليد بن بدر يطالبون بالعودة، هل تعتقد بأنه عودة مطلوبة مهمة للفريق؟ والله أنا في وجهة نظري أن التصريح من البداية كان محرج محرج للطرفين، محرج أيضا للاعبين وأيضا محرج قد ممكن يعطي اللاعبين يعني دافع في هذه المباراة بحكم أنهم قربهم للأمير الوليد، ولكن كان ممكن أنه يسوي حمل يعني كبير على اللاعبين. الفريق النصراوي بصراحة بعد معسكر قطر يعني صح أنه خسر ولكن نوع ما تحسن في المباريات خاصة المباريات الكبيرة. لعب مباراة مع الهلال كان شوط من يعني متميز عن النصر الأول. في مباراة الشباب أيضا قدم مستوى يعني جيد فيها 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 في هذه. لكن مسألة الوليد أنا أتوقع في وجهة نظري أن هناك بطولة مهمة للنصر اللي هي كأس الأبطال ومحتاجين وجوده، ومحتاجين مو محتاجين إذا اللاعبين محتاجين وجود الوليد بن بدر أنا أتوقع أنه لازم يضحي ويكمل معهم الفترة المتبقية بغض النظر عن رئيس النادي بغض النظر عن أعضاء شرف، لأن أهم هذه أهم عنصر في 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 هذا الموضوع هم اللاعبين. إذا اللاعبين محتاجين الأمير في الوقت هذا أنا في وجهة نظري أنه هو ضحى بأشياء كثيرة حتى جيته يعني في 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 الفترة الصعبة في الفترة الصعبة تعتبر يعني تضحية أنا في وجهة نظري. محمد لا أعتقد أن الأمير وجوده مهم. طبعا هو أنا حسب معلوماتي أنه خاطب اللاعبين وقال أنه لو قدموا مباريات جيدة خلال المباراة المتبقية لهم في الدوري ربما يعود في كأس الأبطال. أعتقد أنه اللاعبين ربما يقدموا شيء فعلا جيد بحيث يستعيدوا الأمير الوليد معهم في كأس الأبطال. هذا ربما يقود الحديث فؤاد أنه فيه 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 كيمياء بين الأمير واللاعبين أو في علاقة جيدة ما أعرف، لأنه طالما هم مطالبين بوجوده وأنه حتى هو حفزهم وقال إذا لعبت كويس حرجع معناها أنهم فعلا وجوده مرغوب من قبل اللاعبين. تعتقد ذلك يعني تقرأ من خلال هالمواقف اللي استشفى أن هذا الصحيح اللي موجود بينه العلاقة اللي موجودة بينه وبين اللاعبين. والوليد بن بدر يعني أنا يوم من الأيام كنت تحت إشرافه، رجل يعني يعرف يكسب اللاعبين وأيضا يعرف يتحدث ويعرف أيضا شلون أنه يطلع حتى اللاعبين من أوضاع يعني اللي كانت يعني سيئة فيها مرت علينا في المنتخب وكان قريب من عندنا. ولكن أنا بقول لك أوضاع النصر العموم اللي جالس يدور في النصر لم يسعف هذا الرجل. طيب عموما في الإطار المتابعة لتدريبات أحد الفرق التي تعاني في مؤخرة الترتيب وهي التعاون في هذه الأيام بالتأكيد تستعد بشكل مختلف لأنها تريد أن تبتعد عن المركز المتأخر وهو المركز 12. خضر البراق زار تدريبات التعاون ورصد لنا الأجواء التي بالتأكيد تستعد في هذه الأيام لهذه المرحلة المهمة.
فزنا على الاتفاق جتنا نشوة كذا خسرنا من الفيصلي. هذه الكورة لسه الدوري ما خلص، باقي 3 مباريات وإن شاء الله ربي يوفقنا في مباراتين على الأقل ونجمع النقاط ونبقى على الأقل يعني نبقى، وبعدين إن شاء الله السنة الجاية لكل حادث حديث بإذن الله. ركز تكاتف جميعا، الإدارة، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللعيبة، متى ما تكاتفنا مع بعض الهدوء، أهم شيء الهدوء يكون موجود في الفريق. إن شاء الله بحول الله وقدرته إن شاء الله نظفر بال3 نقاط، يعني ما في شيء صعب. فريق النصر فريق يعني زي ما تقول ممكن زي وضعنا، إيش نفس وضعنا يعني فوق تحت فوق تحت، يعني ما في شيء صعب. أول مرة أنا أسف جدا من هذا المباراة، لأني فريقنا لعب زين ما لعب مش زين، لهذا أنا أريد أن أسمح من الجمهور، ولكن أنا عندي ثقة لاعبين، أنا عندي ثقة فريقنا مباراة القادمة لعب أحسن، لأني شوي حظ لازم شوي حظ للمباراة، لهذا عندما نحن عندنا 1-0 بعدين لاعبين تو ماتش pressure too much stress for من اللاعبين من النتيجة، لهذا أنا أعتقد مباراة القادمة وهذا 3 مباراة الأخيرة نحن عندي عمل مباراة أكثر مباراة مع ثقة اللاعبين، أعتقد نحن نستطيع أن نلعب أكثر من نقاط، لأني أنا ما زعلان مع اللاعبين، أنا زعلان لأني اللاعبين شغل زين، اللاعبين لعب زين، ولكن ما في نتيجة، هذا مهم جدا. في نص دقيقة محمد الدعفيس، هل التعاون مؤهل للبقاء؟ اي ولا لا؟ بس اعتقد مؤهل، اعتقد طيب. مؤهل للبقاء. فؤاد، التعاون مؤهل للبقاء؟ اتوقع برضو انه مؤهل. طيب سنذهب الان الى فاصل، بعده نعود لمتابعة الجزء الاخير من البرنامج. وفي في الفترة الأسبوعية اسمعونا، ما هي علاقة خروج المنتخب بالعزوف الجماهيري؟ مدرب نادي الشباب برودوم. أفضل مدرب هو مدرب نادي الشباب برودوم. أفضل مدرب نادي الأهلي قاروليم. أفضل مدرب برودوم مدرب نادي الشباب. أفضل مدرب الهلال هسك. أفضل مدرب برودوم مدرب الشباب. أفضل مدرب الشباب برودوم. ناقش الخبر والعنوان والتصريح والحوار والمقال. همنا الأكبر دوم رضاها المشاهد. من الصبح الدوم شغالين. نبحث عن الخبر ونفتش في أبعاده باختصار قراءته الرياضي على طاولة واحدة. ياسر ما بعد قصير صار له أعداء في الساحة. نتحدث عن المرحلة الأهم في حياة كل لاعب. نجم ربما ظهر في غير وقته وزمانه. بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من الملعب. فؤاد أنور، محمد الدعفيس ضيوفنا في هذه الحلقة. الفقرة الأسبوعية التي نتابعها كل ثلاثاء، فقرة اسمعونا، وهي الفقرة المخصصة للجماهير. سألنا الجماهير بعد الأجواء المحبطة التي فرضها خروج المنتخب السعودي، هل لهذا
علاقة بعزوف الجماهير عن الحضور للمباريات؟ كيف تبينا نحضر ونتعب ونروح عشان الدرجات نحضر مباراة عشان دارين حنا أننا منهزمين فيها؟ والله أكيد إذا كان ما شافوا دعم من نفس النادي اللي هم يشجعون فيه أو نفس المنتخب أكيد بتصير فيه قلة، يعني مهما يكون إن أنا أتعب وجي وشجع وكل حاجة ولا أشوف يعني قابلية، على الأقل لو فرح الجمهور يعني في شيء. أتفق كثير، لأنه الجمهور بشكل عام كله عنده يعني ناحية إحباط الآن، ما يعني إحباط من المستويات بشكل عام، إحباط من الوضع الكامل للكرة السعودية سبب إحباط للجمهور، فالواحد يقول أقعد في بيتي أتفرج على المباراة بالتلفزيون بكذا، هذا إذا كان في أحد بيتفرج أصلاً. طبعاً في انخفاض بحضور الجماهير، وأنا بصراحة ما ألقي اللوم على الجماهير، يعني الجماهير تبي تحضر يعني تحضر مباراة تستمتع فيها، لا سواء المنتخب لا سواء الأندية. لا يعني سوء التنظيم، دخول اللاعبين، يعني انا عندي استعداد احضر المباراه ببيتي وقدام التلفزيون ومرتاح، ولا اروح اتبهدل بالمدرجات، لا تنظيم لا دخول زي الناس، لا يعني ما في شيء يشجع الناس انها تحضر. تعرف سبب ليه قلوا الجماهير؟ ما يروحون الملعب ما يشوفون مستوى ولا يشوفون نتيجه. على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستفتاء الجديد يقول: برأيك ما هو سبب العزوف الجماهيري في المسابقات السعودية؟ ضعف المستويات الفرق أم قلة النجوم؟ ضعف مستويات الفرق 72% وقلة النجوم 27%. فؤاد، والله شوف أنا بوجهة نظري أني أجمعها ثنتين، ولكن أنا بوجهة نظري أنها أنا أحط مسألة النجوم رقم واحد، لان احنا لو شفنا الحين انت في السعوديه وبرشلونه يعني اكثر جماهيره عشان ميسي، وتحرص انها تشوف مباريات برشلونه عشان تشوف هذا المبدع، وتحضر احيانا صاروا يروحون من الرياض. اذا طبعا هناك برضو نجوم فيه، لكن مو هو في نجوميه ميسي، في شافي، في انليستا، في يعني عده بيدرو، في النجوم تجيب لك الجمهور. ريال مدريد اللاعب البرتغالي رونالدو يعني انت شفت الوقت اللي جاء فيه من بريطانيا الى ريال مدريد، الملعب كانك حاضر مباراه، 75,000 متفرج، فالنجم له دور. ولكن الكره السعوديه ارتبطت ان ما عاد في نجوم في الانديه، وايضا ارتبطت برضو باخفاقات المنتخب. والسنه هذه السر القوي من عدم الاداء الهلال غير في مستواه، الجمهور زعلان عليه بعد مباريات اسيا، وذا يوم كان ينافس كان الجمهور على الاقل انه يحضر. الاتحاد نفس الشيء، الاتحاد يملك جمهور كبير، النصر نفس الشيء، يعني الجمهور اتوقع السنه هذا ان النصر ممكن يتغير، وصاروا يجون في البدايه، بعدها ما عاد صاروا يجون. الثلاث الفرق هذه تملك جماهير. طيب، على مستوى عشان كذا نشوف الحضور. لكن الاهلي في جده مبارياته كلها يحضرها جمهور، وضع مختلف. طيب، الشباب رغم قله جماهيره بس يحضرون على الاقل في الملعب. طيب، الثلاث الفرق هذه مع نتائج المنتخب انا اتوقع انها هي سبب من الاسباب. طيب، زي ما قلت لك من اول النجوم هي الاول والاخير بالنسبه لي. محمد، احنا سالنا الجماهير، محمد الدعفيس سألنا الجماهير عن أنه ربما أجواء المنتخب المحبطة اللي فرضها خروج المنتخب يعني تحبط الناس. تعرف ترى مهما كان الإنسان يعني هذا منتخب بلده، ولما يخرج المنتخب التأكيد حيان يعكس هذا ربما على شيء من أتكلم عن الحماس للرياضة وللكورة، فبالتالي هذا أثر على حضور الجماهير. في موقع الاتحاد السعودي أعطونا سببين ثانية، قالوا قلة المستوى، ضعف مستويات الفرق، وقلة النجوم. أنت مع أي هذه الأسباب؟ أنا مع كل هذه الأسباب مجتمعة، لأن نجاح المنتخب يشيع حالة من الفرح بعموم الوطن وليس فقط بالجمهور الرياضي. ولذلك حتى يمكن لو رجعنا للإحصائيات اللي بتأتي عن
الدول اللي تنجح في بطولات كأس العالم تجد مثلا هناك انتعاش اقتصادي لدول نجحت منتخباتها في أن تحقق إنجازات. فهذا شيء مهم. أيضا موضوع النجوم زي ما تفضل الكابتن فؤاد جدا مهم. الآن النجوم الجاذبين في الفرق السعودية قلة بشكل واضح حقيقي. أيضا هناك عوامل أخرى مساعدة. يعني واحد من الأخوة اللي شاركوا معكم في الاستطلاع قال أنا أشوف المباراة في بيتي أفضل ما أروح أتبهدل. صحيح. فاستخدم كلمة أتبهدل للدلالة على أنه الجمهور يعني ما عم يروح للملعب للمتعة أو أنه يجد كل شيء مريح بالنسبة له بحيث أنه تصبح مشاهدة المباراة متعة إضافية. صحيح. يعني غير المستوى الفني. ربما هذه أحد السبب رابع هذا إحنا تكلمنا عنه قبل أنه التجهيزات أو هيئة الأجواء الجيدة للجمهور الجماهير مش موجودة في الملاعب يعني ربما أحد الأسباب. طيب. عموما أنا هنتقل إلى الفقرة الأخيرة عندنا طالما قبل شوية تكلمنا عن الجماهير. طبعا جماهير الأهلي في هي تقدم صورة يعني جميلة جدا ومشرقة للحضور الجماهيري في السعودية في آسيا. في المباراة الأخيرة بالتأكيد للفريق الأهلاوي حضر الجمهور ورسم صورة مبهرة أظهرت حتى أو أبهرت حتى الاتحاد الآسيوي جماهير الأهلي بكاميرا خاصة في الملعب التيوب. محمد جماهير الأهلي بالتأكيد هي ترد بهذا الحضور الجماهيري على مسألة النصف مقعد اللي تم سحبه بسبب الحضور الجماهيري. طبعا جماهير الأهلي تستحق بصراحة كل تحية. جماهير منظمة جماهير قدمت لوحات جميلة في مؤازرة الفريق. أيضا لا ننسى أن الانتصارات المتوالية للفريق والمستوى الجيد والعودة القوية التي شكلها هذا الموسم خلقت حالة من الانسجام ما بين الفريق وما بين الجمهور وبالتالي عززت هذه اللوحات الجميلة اللي عم نشوفها في كل مباراة. نعم. في كل مباراة هناك شيء جديد بالنسبة للأهلي. هناك مباراة تتم في المدرجات وهذا شيء جميل في الكرة السعودية. نعم. صراحة كل جمهور يريد أن يسجل لنفسه أسبقيات ولوحات أفضل وشيء أجمل وهذا شيء ممتاز صراحة. نعم. فؤاد والله ما نقدر نقول إلا الجمهور الأهلي جالس يرسم لوحة حلوة عن العطاء وأيضا على الحضور وأنا أتوقع أنه 29 سنة غياب عن بطولة الدوري بان الجمهور الأهلاوي قديش متعطش لهذه البطولة. أنا أتوقع أنه في مباراة اللي كانت في كأس آسيا قدموا يعني لوحة جميلة ليس عن النادي الأهلي إنما عن الجمهور السعودي. الجمهور السعودي بالتأكيد يستحقون الشكر. قبل أن نودعكم أذكركم بأهم العناوين التي جاءت في هذه الحلقة. منتخب كأس العالم يشارك في بطولة آسيا الجديدة. والمسحل شرح استعدادات المنتخبات السنية القادمة. رابطة المحترفين تعقد أول اجتماعاتها بعد أسبوعين. والنصر في حلقة اليوم كشف للملعب تفاصيل الاجتماع. اختيار حكام مراحل الحسم كيف يتم؟ المهنة يوضح. رئيس الاتحاد فوزنا على الأهلي
بطولة. مدرب الأهلي ديربي جدة هو الأفضل. طاقم بلجيكي لقمة جدة وجماهير الأهلي تتساءل. منتخب البراعم يخسر من ريال مدريد وديا في أسبانيا. أشكر ضيفي الكريمين اللاعب الدولي الكابتن القدير فؤاد أنور، شكرا لك كابتن. أشكرك عادل وأشكر أيضا أخوي محمد، وأنا سعيد أن اليوم أني معه واشتركنا أيضا في هذا الحوار في هذه الحلقة. شكرا لك كابتن. شكرا لرئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن زميل محمد الدافيز، شرفتنا محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا عادل، شكرا للكابتن فؤاد، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد. بالتأكيد. شكرا لفريق العمل، مدير التحرير عايض القحطاني، فيصل العصيمي، سعيد العمري، عبد الرحمن مجرشي، ثامر الفيز، ومخرجنا سلطان الفريدي، ورئيس التحرير غانم القحطاني. شكرا لبقية الزملاء المصورين والفنيين. غدا إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة سنتابع فيها إن شاء الله التغطية الخاصة بديربي جدة. إلى اللقاء.